الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم، ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وقد قال تعالى في محكم كتابه العظيم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. نعم، قد حبب إليكم الإصلاح وزينه في قلوبكم وكره إليكم الفساد والانحلال والتطبيع أولئك هم الراشدون. فيا أيها الراشدون ويا أيها المصلحون، يا شعب العراق، هذا يومكم الذي توعدون، يوم يعز فيه